تأكيد كول أوف ديوتي القادم راح يكون مودرن وورفر 4، ما راح يكون فيه زومبي ولا باتل رويال، على الأكثر راح يكون جزء كول أوف ديوتي كلاسيكي. وشبه تأكيد إنه بلاك أوبس 4 راح يكون فيها 15 ماب زومبي نفس الإشاعة طلعت من زمان، وراح تدعم الزومبي على سنتين. وبعدين الحزمة القادمة لبلاك أوبس 4 بعد 4 أيام راح تكون الأكبر بتاريخ السلسلة، فتابع الفيديو لتشوف التفاصيل. شارك حول شباب، معكم شاركية وشركة كي. وانتم لو سمعتوا بداية الفيديو حكيت انه في اخبار عن مودرن وورفير 4، الحزمة القادمة لبلاك اوبس 4، وكمان عن 15 ماب زومبي التسريب بيطلع من زمان. فخلينا نبدأ اول شيء بمعلومات عن مودرن وورفير 4. طبعا نحن اللي كنا نعرفه قبل يوم انه مودرن وورفير 4، الاشياء اللي نعرفها انه الجزء القادم راح يكون مودرن وورفير 4، اول شيء كان في واحد على موقع كول اوف ديوتي عن طريق الغلط طلع له انه يعمل بري اوردر لمودرن وورفير 4، هذا الشيء كنا نعرفه من زمان. وبعدين الفويس اكتر او مؤدي الاصوات لاحد الشخصيات يلي مشهور بالكومبين او القصه لمودرن وورفير كان حاط على حسابه على تويتر بالبايو انه اشتغل على مودرن وورفير 1 2 3 و4، بعدين بس الناس كلهم صاروا يعملوا فيديوهات ويتكلموا عن هالموضوع راح غير البايو تبعه على السريع، بس كل الناس عملوا سكرين شوت ولحقوها. هالكلام كله اللي كنا نعرفه من زمان. حاليا من جديد اكتيفيجن سوت مثل اللقاء او ايفنت سويه كل فتره، هذا الاجتماع يكون فقط للانفسترز، للناس المستثمرين، الناس اللي ما يعرف افهمكم على السريع، اي شركه ضخمه بالعالم تعتمد على الانفسترز او المستثمرين اللي هم ناس يجوا يدفعوا فلوس للشركه مقابل انه ترجع لهم فلوسهم مع ارباح. فكل الشركات تسوي مثل مجتمع كل سنة تعرض للإنفسترز أو المستثمرين إنه طلعوا نحن هالسنة عنا مشاريع ضخمة، عنا كذا عنا كذا، عشان المستثمرين يدفعوا فلوس والشركة تقدر، إنه يعني هو الموضوع كله آخر شيء بزنس. فبهالاجتماع لازم الشركة دائما تعرض أقوى شيء عندها مشان تقنع المستثمرين إنه يدفعوا فلوس ويستثمروا فلوسهم بالشركة. فالمهم بهالاجتماع إجا رئيس أكتيفيجن، هو يعني اللي يتكلم المسؤول عن كل شيء، قال إنه الجزء القادم لكول أوف ديوتي راح يكون من تطوير استوديو إنفينيتي وورد. وبعدين حكى كلمة إنه راح يكون الجزء أو كول أوف ديوتي القادمة شيء حاول أترجمها للعربي إنه بمعنى شيء محفور بذاكرة كول أوف ديوتي، أو شيء يعني شيء جدا قوي بكول أوف ديوتي. فالكل أخذ الكلمة وتوقع إنه مودرن وورفير 4، إنه لو عنوان جديد، لو مثلا إنفينيتي وورد راح تسوي عنوان جديد، ما راح يقول إنه شيء محفور أو شيء معروف بسلسلة كول أوف ديوتي، أو لو جوست تو جوست أبدا ما تعتبر جزء محفور او جزء مهم بسلسله كول اوف ديوتي. فاي تقريبا تاكدنا انه فعليا مودرن وورفير 4، وقال انه الجزء القادم راح يكون من اكبر اجزاء بتاريخ السلسله. هالكلام يقولوا كل سنه، فما تاخذوه جدي مره على بلاك اوبس، على اي مره يقولوا الجزء القادم راح يكون اكبر جزء بتاريخ السلسله، بس ممكن هالمره فعليا في شيء جديد عشان يقولوا انه هالجزء اكبر جزء بتاريخ السلسله، نستنى ونشوف. بعدين قاعد يتكلم على الاطوار اللي راح تجي بكول اوف ديوتي مودرن وورفير 4 او كول اوف ديوتي القادمه. حكى اول شيء راح يكون في طور القصه، فاي الكومبين اللي يحب الكومبين راح ترجع مع الجزء الجاي، وتقريبا الكومبين كمان مره ثانيه بياكد لنا انه مودرن وورفير 4، لانه لو كان عنوان جديد او جوست 2 ما راح يهتموا مره انه يسوي طور قصه، بس لانه اسم مودرن وورفير فتخيلوا اسم مودرن وورفير بدون طور قصه، طيب ليش يسموها مودرن وورفير؟ ممكن حد يحكي هي بلاك اوبس، عملوا بلاك اوبس 4 بدون طور القصه. بلاك اوبس صار لهم دائما بلاك اوبس بلاك اوبس، ما قطعوا ما غيروا السلسله، انه مو نفس انفينيتي وورد راحوا جوست بعدين انفينيت وورفير، لا بلاك اوبس مشوا على بلاك اوبس، وعلى اخر جزء قرروا انه يشيلوا طور القصه، بس انفينيتي وورد صار لهم قاطعين جزئين عن مودرن وورفير، فلو راح يرجعوا لها شيء طبيعي يرجعوا مع طور قصه. بعدين بعد هيك حكى انه الطور ملتي بلاير ضخم، فما ندري قصده بلاك اوت او قصده انه باتل رويال، ولا قصده انه الطور ملتي بلاير ضخم، فما ادري صراحه، هي خليها لكم. حكى انه الطور ملتي بلاير ضخم فباتل رويال، ولا انه قصده الملتي بلاير العالي ضخم. واخر شيء قال انه وطور كواب جديد، فطور كواب جديد وما جاب سيره للزومبيز ابدا،
اخر سنه على بلاك اوبس لما كانوا عم يحكوا انه شو الاشياء اللي احتاجها مع بلاك اوبس، ذكروا طور الزومبي وحكوا انه حزمه الخامسه ببلاك اوبس 3 للزومبي كانت الاعلى مبيعا بتاريخ البلاي ستيشن من الحزمات، فانه هالسنه بلاك اوبس رح تسوي زومبي، فانه يعني قاعد يحمس المستثمرين انه البلاك اوبس مشهوره بالزومبي. هون ما جابوا سيره الزومبيز ابدا، قالوا بس فقط في طور جديد والطور عباره عن طور كواب اللي يكون اربع لاعبين او شيء من الكلام. ففينا ناخذ من هالكلام شغلتين، اول شيء ممكن قصده على طور ملتي بلاير ضخم اللي هو طور ملتي بلاير عادي، وبعدين طور الكواب قصده البلاك اوت او الباتل رويال، لانه الباتل رويال تنلعب كواب بس اللعب سولو، فما يعني ها ما نقدر نتاكد 100%، او ان الطور الملتي بلاير الضخم قصده ملتي بلاير عادي وباتل رويال، وطور الكواب نفس الاطوار اللي كنا نشوفها باجزاء مودرن وورفير وغوست اللي هي مشينات السبيشال اوبس عشان الكلام، كانت حلوة الصراحة. فاي ممكن ما يقصدوا بطور الكوب، المهم انه ما جابوا سيرة الزومبي ابدا، وماني زعلان ابدا، ما بدي زومبي من انفينيتي وورد، ما ابي هالشيء، بالعكس هالكلام مفرح لانه اثبت لنا شيء كنا من زمان شاكين فيه راح تعرفوه بعد شوي. بس انه اوكي خلاص حاليا عرفنا كول اوف ديوتي القادمة راح تكون مودرن وورفير 4، راح يكون شيء ضخم ان شاء الله، راح يكون مركز على طور القصة والمولتي بلاير وممكن طور الباتل رويال، وكمان لا تنسوا انه عدد كبير من المطورين اللي اشتغلوا على مودرن وورفير 2 يلي طلعوا من الشركة وراحوا عملوا شركة ريسبون اللي عملوا لنا لعبة ايبوكس ليجند، عدد كبير منهم رجع لانفينيتي وورد، مو كلهم، عدد كبير منهم لسه في كتير ضلوا بشركة ريسبون وعملوا لنا لعبة ايبوكس ليجند، بس نصهم تقريبا الناس اللي اشتغلوا على مودرن وورفير 1 و 2 رجعوا لانفينيتي وورد، فتوقعوا الجزء الجاي يكون شيء جدا جدا رهيب. طيب ليش فرحني خبر انه ما في زومبيز؟ اول شيء ما ابي تكمله للزومبي انفينيت وورفير وزومبي ان سبيس لاند، ما ابي تكمله للقصه، ما اهتمش التكمله، وشغله انه كل سنه في زومبي صراحه. زومبي وورد وور 2 لعبت اول ماب ثاني ماب وسحبت عليه، بعدين في زومبي انفينيت وورفير لعبت اول ماب بس اظن اول ماب وثاني ماب وسحبت عليه بعدين بشكل كامل. اطوار الزومبي الفرعيه ما اهتم لها واظن معظمكم ما يهتم لها، لو طور اكستنشن صراحه كنت راح اهتم، بس حسب ما حكى انه في طور كواب جديد، انه لو اكستنشن كانوا قالوا اكستنشن، فا اي ما نبي زومبي. وهالكلام اثبت لنا الاشاعه اللي طلعت من زمان انه بلاك اوبس 4 راح يكون فيها 15 ماب زومبي، اظن الشركه اللي راح تسوي انه الجزء القادم ما في طور زومبي، يعرفوا انه الناس ما يهتموا لاطوار الزومبي لانفينيتي وورد وسلج هامر، يهتموا لزومبي بلاك اوبس، فاللي راح يعملوه انه مجرد ما نخلص المابات هاي السيزن هاي اللي قاعدين نلعبوا ببلاك اوبس وتنزل مودرن وورفير 4 راح ينزلوا حزمه خامسه يكون فيها تكمله لقصه الايثر ومابات زومبي. يعني نحن حاليا ب 2019 راح نلعب زومبي، راح نستمتع بالمابات الموجوده بالسيزن، ب 2020 لما يكون في مودرن وورفير 4 راح نلعب كمان زومبي بلاك اوبس، راح يكون في مابات جديده، حزمه قادمه، مو انه حزمه خامسه تنزل مابات مره واحده كلها نفس الحزمه الخامسه ببلاك اوبس 4، لا سيزن انه شهرين ينزلنا ماب وهيك وتكون تكمله القصه الايثر ونكمل على دكتور مونتي او شيء من الكلام، ويمكن تكون فيها 8 مابات لانه حسب التسريب اللي طالع 15 ماب زومبي قادم الى بلاك اوبس 4، فنحن نعرف انه بالسيزن هذا عنا 4 مابات بس، فلسه عنا 15 ناقص 4 عنا لسه 11 ماب زومبي، فا ايه شيء جدا خرافي. وكمان المطور اللي اشتغل على الزومبي انفينيتي وورد اللي اسمه ليروس انضم لاستوديو تريارك وصار يشتغل على زومبي بلاك اوبس، فهاد اثبات مره ثانيه انه خلص غسلوا ايدهم من اطوار زومبي غير بلاك اوبس، وهذا الشيء مفروض يفرحنا صراحه، التركيز كله راح يكون على زومبي بلاك اوبس. ممكن عشان هيك حاليا عم نشوف ما في محتوى لانه قاعدين يركزوا على المحتوى اللي راح يجي، انه في محتوى جدا كبير للزومبي، وواضح من النظام الجديد تبع البركات اللي عملوه والسيستم والسبيشالست انه يعني بانين هالنظام ليستمر لفتره طويله. وكمان على قبل ما تنزل بلاك اوبس حكوا الشركه ان بلاك اوبس راح تضل مدعومه لمده 3 سنين، فثلاث سنين نحن نعرف انه مجرد ما تنزل الجزء القادم خلاص ما في اي شيء رح ينزل الجزء اللي قبله، فيمكن مزهم ثلاث سنين بالزومبيز وبالبلاك اوت، فنستنى. طيب خلينا حاليا نتكلم عن اخبار الحزمه القادمه لبلاك اوبس 4. تتذكروا من شوي حكيت لكم في مش اجتماع للانفسترز باكتيفيجن وكذا، فمدير اكتيفيجن بس خلص كلام عن مودرن وورفير 4 قال انه الحزمه القادمه لبلاك اوبس رح تكون الاكبر من ناحيه المحتوى،
فانه قادر راح يكون فيها محتوى جدا جدا كبير. واكد على التاريخ انه راح يكون 19 فبراير فبعد 4 ايام تقريبا. فمحتوى كتير. شو قصدهم؟ اظن قصدهم انه مابات ملتي بلاير جاي، سيزون قادم للملتي بلاير، اضافات على البلاك اوت، اضافه ماب باريد زومبي للبلاك اوت، اضافه ماب الملتي بلاير للبلاك اوت. كلمت على المواضيع هي كلها بفيديو تاني. واظن قصده كمان مابين زومبي، تقريبا جدا واثقين من التسريبات من زمان انه راح يكون في مابين زومبي، نيوكتاون زومبي، وماب الاغريق لقصه الفوضى. من فتره عملت تسريب انه في بيرك جديد قادم للزومبي، تاكد هالبيرك، الشركه غيروا صوره حسابهم على تويتر لصوره البيرك. فانه كل هالاشياء تعتبر محتوى جدا كبير، وفعليا يعتبر المحتوى الاكبر لبلاك اوبس. فاي فطلع اسم السيزون الجاي للمولتي بلاير اسمه جراند هايست، او عمليه السطو الكبيره. وطلعوا تيزر من الشركه لمابين المولتي بلاير القادمين اللي هو ماب الشرطه، فماشي على اسم السيزون جراند هايست، وماب بمثل اوتيل او كازينو او فندق، ناس شبهوه من ماب من بلاك اوبس 2. فانه هالمابين الجايين قادمين، طلعوا تيزر بشكل رسمي من الشركه، طلع هالتيزر مثل ما شايفينه قدامكم. طيب الحين شو الشيء الحلو؟ انه الكلام اللي طلع من الشركه انه استنوا بالايام القادمه راح يكون في اعلانات ضخمه. فنحن حسب ما شفنا على اول حزمة ما عملوا ولا اعلان، والشركة كانوا قاعدين يسحبوا على الاعلانات بشكل عام. فلا حاليا قالوا انه راح يكون في اعلانات ضخمة للحزمة الجاي، فممكن اليوم الحين بعد هالفيديو يمكن بكرة او بعده راح نشوف اعلان لما بين الزومبي القادمين او ما في الزومبي للحين ما ندري. وحكوا كمان انه راح يرجع اعلان ذا ريبليسر. اللي ما يدري ذا ريبليسر بدأوا من بلاك اوبس 2، كان شيء جدا جدا خرافي. هدول الشخصين يلي على اساس بس انت الحزمة كول اوف ديوتي يجوا يقضوا وقت عنك، انت تروح تلعب بالحزمة وهم يسووا اشغالك اليومية. اظن كلكم متذكرينهم انتم شايفين قدامكم هلا. فراح يعملوا اعلان جديد كمان ذا ريبليسر، فهذا بيأكد انه فعليا الحزمة راح تكون شيء جدا ضخم، ما راح يكون شيء تسليك. وكنت على وشك اني انهي الفيديو حاليا، بس شفت انه شركة حطوا حسابهم على تويتر هالمقطع انتم شايفينه قدامكم، فهذا تأكيد انه الشخصية القادمة للمولتي بلاير هي شخصية اوترايدر من بلاك اوبس 3، شيء جدا جدا رهيب. فيا شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى من نهايه الفيديو لا تنسوا تتم الفيديو بزر لايك، شاركونا هل لسه تلعبوا بلاك اوبس ولا حاليا عم تلعبوا العاب ثانيه. انا حاليا قاعد العب ايباكس ليجند الصراحه. فاي بس كان معكم شركيه بشركه كشكم، دي هات ثاني ان شاء الله. مع السلامه.